ولم تنته مكافأة الله لنبيه برحلة الإسراء، فقد ذهب برحلة المعراج. أما عن المعراج فقال صلى الله عليه وسلم: دخلت السماء الدنيا فرأيت بها رجلا جالسا تعرض عليه أرواح بني آدم، فيقول لبعضها إذا عرضت عليه: خيرا، ويسر به ويقول: روح طيبة خرجت من جسد طيب، ويقول لبعضها إذا عرضت عليه: أف، ويعبس بوجهه ويقول: روح خبيثة خرجت من جسد خبيث. قال: قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك آدم تعرض عليه أرواح ذريته، فإذا مرت به روح المؤمن منهم سر بها وقال: روح طيبة خرجت من جسد طيب. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون: سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وإذا مرت روح الكافر منهم أنف منها وكرهها وساءه ذلك وقال: روح خبيثة خرجت من جسد خبيث. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. وقال الحبيب محمد: ثم رأيت رجالا لهم مشافر كمشافر الإبل، في أيديهم قطع من نار كالأفهار، يقذفونها في أفواههم فتخرج من أدبارهم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة أموال اليتامى ظلما. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ثم رأيت رجالا لهم بطون لم أرى مثلها قط، بسبيل أي بطريق آل فرعون، يمرون عليهم كالإبل المهيومة أي الهائمة من العطش، حين يعرضون على النار يطؤونهم لا يقدرون على أن يتحولوا من مكانهم ذلك. قال: قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم رأيت رجالا بين أيديهم لحم سمين طيب، إلى جنبه لحم غث منتن، يأكلون من الغث ويتركون الثمين الطيب. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يتركون ما أحل الله لهم من النساء ويذهبون إلى ما حرم الله عليهم منهن. ثم أصعدني إلى السماء الثانية، فإذا فيها ابن الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهما السلام. ثم أصعدني إلى السماء الثالثة، فإذا فيها رجل صورته كصورة القمر ليلة البدر. قال: قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أخوك يوسف بن يعقوب. ثم أصعدني إلى السماء الرابعة، فإذا فيها رجل، فسألته: من هو يا جبريل؟ قال: هذا إدريس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الذي قيل فيه: ورفعناه مكانا عليا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، ورفعناه مكانا عليا. ثم صعد بي جبريل إلى السماء الخامسة، فإذا فيها كهل أبيض الرأس واللحية، لم أر كهلا أجمل منه. قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا المحبب في قومه هارون بن عمران. ثم أصعدني إلى السماء السادسة، فإذا فيها رجل آدم طويل أقنى
أي طويل أرنبة الأنف. فقلت له: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أخوك موسى بن عمران. ثم أصعدني إلى السماء السابعة، فإذا فيها كهل جالس على كرسي إلى باب البيت المعمور، يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون فيه إلى يوم القيامة. لم أرى رجلا أشبه بصاحبكم ولا صاحبكم أشبه به منه، أي يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك إبراهيم الخليل. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ثم أصعدني إلى مستوى آخر حتى أني سمعت صرير الأقلام ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تقدم يا أخي يا جبريل. فقال لي: تقدم أنت يا محمد، إن تقدمت أنت لاخترقت، وإن تقدمت أنا لاحترقت. وفرضت على النبي صلى الله عليه وسلم 50 صلاة في كل يوم. قال رسول الله: فأقبلت راجعا، فلما مررت بموسى ونعم الصاحب كان لكم سألني: كم فرض عليك من الصلاة؟ فقلت: 50 صلاة كل يوم. فقال: إن الصلاة ثقيلة وإن أمتك ضعيفة، فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنك وعن أمتك. فرجعت فسألت ربي أن يخفف عني وعن أمتي، فوضع عني 10. ثم انصرفت فمررت على موسى فقال لي مثل ذلك، فرجعت فسألت ربي أن يخفف عني وعن أمتي، فوضع عني 10. ثم لم يزل يقول لي مثل ذلك كلما رجعت إليه، قال: فارجع فاسأل ربك، حتى انتهيت، إلى أن وضع ذلك عني إلى 5 صلوات في كل يوم وليلة. ثم رجعت إلى موسى فقال لي مثل ذلك، فقلت: قد راجعت ربي وسألته حتى استحييت منه، فما أنا بفاعل. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا يقول: يا محمد، هي 5 في العمل، فمن أداهن منكم إيمانا بهن واحتسابا لهن كان له أجر 50 صلاة مكتوبة. وبعد أن عاد وعلم أهل مكة بما قاله محمد عليه الصلاة والسلام عن الإسراء والمعراج استهزأوا به. هذا والله الكذب البين، وصعد إلى السماء وأسري به إلى المسجد الأقصى في ليلة. ماذا تقول يا أبا بكر في صاحبك؟ يزعم أنه جاء هذه الليلة بيت المقدس وصلى ورجع إلى مكة. فقال لهم أبو بكر: وإنكم تكذبون عليه، وها هو يحدث الناس في المسجد. قال أبو بكر: والله لئن كان قاله لقد صدق، فما يعجبكم من ذلك؟ فوالله إنه ليخبرني أن الخبر ليأتيه من الله من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار فأصدقه. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى.